السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم، معكم احمد خلاف من جديد. هنتعرف في شرحنا النهاردة عن ازاي ان انت تفعل تصحيح اخطاء اليو اس بي تمام في تليفون سامسونج جالاكسي اي 30، والطريقة اللي احنا هنشرحها ديت او اللي احنا نوضحها ديت تنفع مع جميع اصدارات تليفونات السامسونج. فتعرف تابع معايا الشرح ده خطوة بخطوة عشان خاطر تقدر تفعل خيارات اليو اس بي عشان خاطر تستفاد منها، سواء كان في نقل الملفات او توصيل التليفون بالكمبيوتر. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اهلا وسهلا بكم من جديد، معكم احمد خلاف. هنتكلم في شرحنا النهاردة ان انت ازاي تقدر تفعل تصحيح اخطاء اليو اس بي تمام في تليفون سامسونج جالاكسي اي 30، والطريقة دي هتنفع مع جميع انواع تليفونات السامسونج. كل اللي انت هتعمله هتبدأ من التليفون بتاعك، تدخل للضبط او الاعدادات، هتلاقي عندك ايقونة الضبط زي كده، هتبدأ تضغط عليها تمام. لازما هنا نكون فاعلين خيارات المطور، هننزل لحاجة اسمها حول الهاتف، هنبدأ نضغط على كلمة حول الهاتف عشان نبدأ، لو انت مش مفعل خيارات المطور نفعلها مع بعض. نيجي عند حاجة اسمها معلومات البرنامج، هنبدأ نضغط على معلومات البرنامج، عند رقم الاصدار ونبدأ نضغط ضغطات متتالية لحد ما يقول لك انت فعلا مطور او انه تم تفعيل مطور او خيارات المطور. هنيجي نلاقي خيارات المطور ظهرت، نضغط عليها تمام. هنبدأ نسحب الشاشة كده، هنبدأ نسحب الشاشة معانا كده تمام لحد ما تظهر معانا تصحيح أخطاء اليو اس بي. من عند كلمة تصحيح أخطاء اليو اس بي كده هنبدأ نفعل الخيار ونضغط على كلمة حسنا. كده احنا فعلنا تصحيح أخطاء اليو اس بي تمام. هتفيدنا في حاجات كتيرة، ان احنا نقدر نوصل التليفون بالكمبيوتر ويقراه بدون أي مشاكل. ده كان بكل بساطة موضوع حلقتنا النهاردة، والسلام عليكم.